معاكم باهي. خير وجهك مقلوب ومنكد، تقول عليك دين. أملي في الحياة ومستقبلي واللي كنت عابي عليها أم صغاري صبرت ولما قلت ما فيش نتيجة مشيت بحالها. ضعت أنا والله، ضعت يا إبراهيم. إيش السبب؟ شنو السبب؟ اللحية ما بدش تطلع، عييت وأنا نكذب عليها. مرة نقولها المخرج ما يبيهاش في اللوكيشن، ومرة نقولها المخرج ما يبيهاش في الفيلم هذاك، وقلت لها اصبري علي شويه هي بتطلع غير ما زال. ما فيش فايده يا راجل، كل ما نتكلم معها تقول لي خيره بنت خالتي صاحبها عندها لحيه، خيره مش عارف مني عندها لحيه. خيرهم بنات ايامات هذه على اللحيه. عليك على الموس يا اخي. موس الموس والنزل لميت موس. شنت تخرف انت؟ لا خليت حلاقه عكسيه، لا خليت عطريه، لا خليت صيدليه خذيت منها. عرفتهم هذوك محفزات اللحيه؟ شيء لا توما تكرر. شني كل شيء درته ما فيش حاجه بكره حتى الليمون. عرفت والقرفه الوصفات هذيك في الانترنت وفي الجوجل لما تخش تبحث عليها، وشيء اللحيه ما بدش تطلع بكره. شوف لي حل يا غالي. شو سبب اللحيه؟ خذ لهم غير لحيه وبلحيه، شو السبب؟ نقول البنات الفترة هذه مع شيء قبل غراش اللي ما عندهاش لحية. ووه علي، شوف لنا حل يا إبراهيم. حلك عندي، دير بيم بيم، دير بيم مواضيعك التم. تبي يم شني يا راجل؟ نقولك لحية تقول لي بيم؟ متأكد؟ يا حسرة. والله عندك الحق، والله مفكر فيه الموضوع بيم. السيارة أكيد طرف هذا بأم، حتى هي بأم. شو هذا؟ ما انتش نحيا؟ أوه زلة زلم زلطة. مشي بأم، هذه بأم لحية شني بأم، هذه بأم حقها أكي. قلت لك أنا ما يبوش البيمات، يبو لحية. اصلا
السلامة، مرحبا بمشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم مع الهيشري. اليوم نستعرض حلقة جديدة نتحدث في موضوع جديد فيما يخص النسق الاجتماعي والسياق الاجتماعي. اليوم مشكلة معنا كبيرة برشا جدا، وما هيش كبيرة جدا أيضا على المجتمعات الأخرى وربما في المجتمع التونسي وفي المجتمعات العربية، مشكلة تحدث في البيت العائلي. ومشكلة هذه معناها هي نورمال عادية ومرات تكون مش نورمال عادية. باش نعرفوا مشكلتنا لليوم نستعرض في سياق هذا النسق الاجتماعي والنسيج الاجتماعي اليوم قصتنا في هذا الروبورتاج يلا ورينا سونيا. توحى طفل عمره 25 سنة، كلي لحمة بوه اللحمة المعروفة باسم الموزة، وهو قاعد معه في الدار يتغدوا مع بعض لزبوه ولزوا من الدار 3 سنين. اليوم جاي يحب يرجع للدار ويصالح بوه ونشوفه مع بعضنا. زي ما شفتوا هذا الروبرتاج حكي على قصة الحاج مسعود مع ولده ثوحة. نستقبل الآن الحاج مسعود، مرحبا. يلا كريم، مرحبا مرحبا. مرحبا بالحاج مسعود. مرحبا، ايش حالك؟ نستنى الله يبارك فيك الله يعزك. مرحبا بك في برنامج مع الهيشري. يلا وين سونيا؟ مع السلامة. مرحبا سونيا، ولا مريضة معناتها عندها شوية تكي مشكليات ما حضرتش معنا في اللقاء اليوم. مرحبا بك، يعطيك الصحة كريم، استريح، يعطيك الصحة، خليك كريم. مرحبا حاج مسعود، مرحبا. صافا، يعطيك الصحة حاج مسعود. والله يا هاويا هيش شد على خاطرك هكاك انا نقعد في الدار، لكن يلا يلا حاج مسعود تريح، بارك الله عليك. زي ما شفتوا مشاهدينا الكرام رحبنا بالحاج مسعود. نشوفوا الان الحاج مسعود يعرف شكون استدعاه الليله في البرنامج، ننطلقوا مع بعضنا نبدو في سياق هذه الاشكاليه اليوم في حلقتنا اليوم. يلا نشوفوا مع بعضنا مشاهدينا الكرام. قديش عمرك يا حاج؟ الله يا كيك يا سي الهيشري، مواليد الحرب العالمية الثانية. مواليد الحرب العالمية الثانية، يظهر لي عندك الحق. تعرف شكون استدعاك الليلة في البرنامج؟ والله يا سي الهيشري انت جيتوا للدار، فما ما قالوا ليش من مستدعيك. حاب تعرف شكون استدعاك الليلة في البرنامج حاج مسعود؟ يلا هكاك ما فيش مشكلة بك. يلا نشوفوا شكون استدعاك الليلة في البرنامج مع بعضنا. يرحم والديك يا سي الهيشري، بالله عليك رقيل هالمراش اختاني منه هذا، راح احسن والله ينوض نروح توري حالي. يلا نمشي للدار نتاعي خير لينا. ليلى عاد تصلي على النبي، صلي على النبي. يا درق هذا رقيل المريش، بالله عليك كيما شفت. هذا اليوم معناها ابنك جاي للبرنامج يقول معناها اني كنت انا وبابا معناها في الدار في يوم سبت ناكلوا مع بعضنا في السونيه، انت تعديت للكوجينه تحب تجيب المسير وهو كلي اللحمة معناها زهدت في عينه، كلي لحمة الموزة هذيك اللي نحبوها معناها اللي تتزلفت، اللحمة هذيك الباهية الكبيرة، وانتي معنيته تلخبطت في مخك، احرجت منه، لزيته من الدار 3 سنين، اليوم هو جاي يحب يعتذر منك، يحب معناها يرجع النسيق العائلي الاجتماعي. لحمة يا تيجي ايشي لحمة كبيرة كلي لحمة الموزة هي هذه زلفت مربي لي ليه هالك ليه حاج مسعود ليه نعوضوك بالموزة موزتين أنا قريب طلقت أمه في جريرها أمه أكلت منها شوية طلقتها ورديتها في نفس اليوم رجعت للدار رجعتها للدار بموزة واستوى زبط لحم رجعتهاش للدار يا هيشري دخلتها المربوعة. شنو حكايتك يا ثوحة؟ بابا بابا سامحني والله
والله ما قصدي، جت ايدي في اللحمة كليتها، كيفاش نعمل يا سي الهيشري؟ كيفاش نعمل؟ أنا جيت اليوم حاب نعتذر منك يا بابا. سامحوا سامحوا يا حاج، سامحوا. ما نسامحوش، ما نسامحوش يا سي الهيشري، فهم هذا؟ تعرف اللحمة أنت اللي كليها؟ اللحمة الكبيرة متاع الموزة، تيسها من العيد الكبيرة اللي فاتت، فهم تقول لي سامحوا ولا ما نسامحوا هذا؟ ما يبي نكسر عليه العصية هذه. هيك تاكل اللحمة وتهرب عليا. بوك ما يحبش يسامحك، معناها انت ما عندكش حل تعمله لسي مسعود الليلة. معناها شوف شنو تعمل له من عاض مغري ممكن يسامحك يساعدك معناها في هذا الموضوع. يا سي الهيشري في الثلاث سنين هذوما اللي قعدت فيهم برا الدار لقبت فلوس حق ثلاثة على ليش، حاب ردهم له ويردني للدار. لحمة الموزة لحمة شعبية في جميع البلدان العربية، في ليبيا خصوصا وفي تونس وفي المغرب وفي الجزائر تحدث عليها مشاكل برشا. اللحمة هذيك متاع الموزة متاع الخروف تتزلفت، فيها بنة وفيها سنة معناها، وتقعد حتى العلبة متاعها تتلصق في ذيك من بنتها ومن ريحتها ومن صنتها الفحفاحة الحلوة معناتها برشا. احنا معناها ايضا في المجتمع التونسي تحدث مشاكل برشا على هذه اللحمه، في المجتمع الليبي تلقى معناها الحنه الكبيره تدس فيها معناها للولد الكبير، او تدس فيها معناها لاخوها الكبير باش تجمع العائله في العيد او في اي مكان اخر، وتعطيها اللحمه للولد الكبير والعائل الكبير او يخلوا فيها للرجل الكبير. هذه لحمه الموزه لحمه معروفه، لحمه معناها ما نقدروش نقولوا كيفاش اليوم يصلح غلطه توحه غلطه كبيره عملها انه ياكل لحمه بوه حاج كبير. نشوف الحاج مسعود متاثر معناها يبكي، هذه مشكله صعبه معناها في المجتمع التونسي وفي الخصوص العامي للمجتمعات العربيه. شفت معناها يا سي مسعود العرض اللي جاك الليله من توحة؟ قال لك أنا في ثلاث سنين خدمت على راسي ولقيت حق ثلاثة علالش، واليوم نحب نصلح غلطي ونرجعك للدار. شنو حاج مسعود؟ ليه ليه يا سي الهيشري؟ فما فيها ثلاثة علالش ولا بربي نسامحه؟ نسامحه غلطة شنو كلي لحمة؟ لكن ما عادش عاودها يا سي الهيشري بربي، راهو قسما بالليل المرة الجاية نلزم الدار ما عادش يرجع لي حتى يرجع المربوحة لمولاه. قولها له. والله والله يا سي الهيشري لا نعطيهم لا قبل ما نخش الدار، والله رد بالك على روحك. ثلاثة علاش نشبحهم قبل أن نطلع منه؟ أيوة سي الهيشري أشهد على كلامه، فيه ثلاثة علاش يا حاج وباش تجيك حطاني للدار. وخر السيارة نعمل ديترو. وخر وخر السيارة، وخر سي الهيشري لما تجينيش للدار. توخر السيارة ما تجينيش للدار، سامحني بالله عليك بنربيه من عليه الشهد. يلا نوخر السيارة. يلا سامحوا بعضكم، مرحبا مرحبا بالحاج مسعود يرجع لابنه توحة الليلة في البرنامج بعد قصة الموزة، بعد قصة ثلاثة علالش معناه ثلاثة سنين قصة. والله بالعيد تصفيقة حارة لي عزلة اللحمة حاج مسعود قفلك فيها يا سيدي هيشتري العز محبتي لي جيتوا من الدار. بابا تعب والعلال استمه. ما عادش تاكل اللحمة توحة؟ ما عادش ناكل اللحمة والله 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 بوستو على راسه. لا 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 عادي لا مسامحة ولدي هذا مسامحة. قول والله ما عادش ناكل اللحمة. والله ما عادش ناكل اللحمة والله والله. شنو حاج مسعود؟ والله على خاطركم يا سيدي هيش والعلال شم حاج العلال العلال باش يرجعوا لك للدار ولحمة الموزة ما نسمحكمش شبان كبير كلمة. ها مرحبا بحاج مسعود ذو ثوحة، عسلامة إلى اللقاء مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة، نتلاقاو في حلقة ثانية من هذا النسخة الاجتماع في برنامج مع الهيشري. باي باي مع السلامة. تسكر عليها صبح يا فتاح صبح يا فتاح.
الكور. السيارة لي. لا والله مش لي. صلى خير. اسمك شريف. مسعود. ليه مسعود عاد هو يسكر على عبادي. طيب كذا ليه عندي موضوع توي؟ يعني باي ما لقيتش حد هنايا سلفه من سيارته هنايا مرات يلقوها لي. حتى غرفة عملياتي في المصحة خشيت لها. مهناش. كل مكان فتشنا حتى الحياش تطبط عليها. اصبحت باك داونز في قهوة قريبة غذائية. شفت كل مكان. مهناش مهناش. مشكلة يعني هذي الناس هذي ما عادش تقسم على وجهه يسكروا على الناس مرات يبدو عندهم ظروف عندهم حاجة ويخلوا فيهم ويمشوا في حالهم أنا ما فهمتش يعني. أنا لا أعرف حتى إيش كلام. أنا متأكد صاحب السيارة واحد معوج لأن ما يديرهاش إلا المعوج. عندك الحق بصراحة عندك الحق. أنا نبي نساعدك لكن والله مش عارف يعني بساعدك. أركب السيارة. علاش؟ أركب أركب. أركب ممكن نقول لك تطلع بها طول قدامها وتدير أي لقطة مع إنها هي مسكرة. جرب. ما تطلعش يا أخوي. لا جرب خلينا نساعدوك أركب. أركب سيارة. لا أركب سيارتك يا أخوي نساعدوك. للأمانة أنا حبيت نساعدك لكن مستعجل وعندي صغار بنروح بيهم المدرسة وأنا يعني شنو؟ أنا ما ذنبي شيء بصراحة حاولت نساعدك